روسيا عم تحاول تظهر بالعالم كمستوى رياضي انه جذبت كأس العالم ل 2018، يعني مستوى بشكل عام لكأس العالم 2018 بروسيا ما هالمستوى المرموق او الشيء اللي كنا بنتمناه. المانيا ما في، ايطاليا ما في، برازيل ما في، ارجنتين ما في، هولندا ما في، اسبانيا، البرتغال، الارقام الكبيره كلها راحت، اسماء كبيره كلها راحت، يعني البقاء لروسيا، لكرواتيا، انجلترا لا بأس، فرنسا كويسة يعني، ولكن ما المستوى اللي كنا بنطمح له انه يكون ككأس العالم يعني. ومع ذلك ما استبعد ابدا عن روسيا لاستخدام المنشطات. من فترة كان في فضيحة لسحب ميدالية ذهبية من سباحة على ما اظن روسية، طلع مع انه في استخدام المنشطات. ما استبعد ابدا انه الفريق الروسي عم يستخدم المنشطات. والله روسيا سباقة بهالمجال، يعني احنا بنعرفها على مر 10 سنين الاخرانيات ما في مجال رياضة الا بتتعاطى منشطات، وانا ما بستغرب هالشيء، وبس ملاحظ انه مستوى روسيا كفريق كل مباراة عم يتحسن. يعني شفناها بالدور الاول كانت وسط قدام اسبانيا، في تكتيك عالي، اليوم في حماس وفي اندفاع وفي تنظيم بالفريق، وما ما بستبعد عنه موضوع المنشطات اكيد. Thank you.